أنا عسكري، وكما تعلمون سماحتكم يوجد في العسكرية موسيقى عسكرية، ونحن نسير على هذه الموسيقى، وهذا شيء مخالف للشرع ولكن مفروض علينا ذلك، فهل نخالف ذلك ونعرض أنفسنا للجزاء أم نسير عليها ونفوض أمرنا إلى الله؟ نسأل الله يوفق ولاة الأمور لتركها. لا شك أن الموسيقى وآلة الملاهي كلها شر، فيجب تركها، فنسأل الله يوفق ولاة الأمور لتركها حتى لا يشوش على أهل الخير ويريد الخير من الجنود وغيرهم، لأن هذه الأشياء تقليد لغيرهم، تقليد لأناس من الخارج، فينبغي تركها، وسيلاحظ هذا مع ولاة الأمور إن شاء الله. يا شيخ حكم عفى الله عنك، في الخارج قد حضرت جنازة رجل من المسؤولين يدقون حولها الموسيقى، قلت لهم لا يجوز. لا هذا من تقليد الأعمى، قالوا هذا شو اسمه حزائني وشيء من لا ما يسمع، لا مع الجنازة ولا مع غير الجنازة.